السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يحضر حفل تأبين أربعينية المؤرخ البروفيسور صالح علي باصرة بالمكلا. غرفة الإرصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت تصدر تقريرا حول متابعتها لعدم استقرار الحالة الجوية. فريق ويكان يدشن مشروع رؤية بفعالية رنة ريشة بالمكلا. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فرج سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش حفل تأبين لذكرى أربعينية المؤرخ البروفيسور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي الأسبق. وخلال حفل التأبين أشاد المحافظ بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وجهوده في خدمة الوطن خلال فترة توليه لمختلف المناصب التي تقلدها خلال سنوات عمره. وأعلن المحافظ البحسني بمنح الفقيد البروفيسور صالح علي باصرة درع المحافظة وتخليد اسم فقيد الوطن وحضرموت البروفيسور صالح علي باصرة على أحد المدارس في مدينة المكلا، كما ألقيت خلال الحفل كلمتين من قبل أسرة الفقيد ألقاها أخيها المهندس محسن باصرة، وكلمة أخرى نيابة عن اللجنة التحضيرية ألقاها البروفيسور محمد سعيد داود، ومرثية ألقاها الشاعر الكبير خالد محمد عبد العزيز. واستعرض في التأبين فيلم وثائقي عن الفقيد الراحل بعنوان صالح علي باصرة العطاء النبيل وسمو الرحيل، وتوزيع إصدار تصاريح بمناسبة حفل التأبين بعنوان البروفيسور صالح علي باصرة رجل القول والفعل. أقرت لجنة المعرض 16 من خامات البيئة المحلية بتربية ساحل حضرموت نتائج أسماء الفائزين في الأجنحة السبعة للمعرض والتي شاركت فيه مدارس التعليم الأساسي والثانوي الحكومية والأهلية والخاصة في جميع مديريات ساحل المحافظة. وفي اجتماع اللجنة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن القطاع التربوي والتعليمي في مديريات ساحل المحافظة أصبح قادرا على إنجاز الخطط والبرامج بدقة وإتقان، مضيفا إن الإقبال الكبير الذي حظيت به أجنحة المعرض السبعة خلال اليومين الماضيين يظهر التفاعل الإيجابي من قبل الإدارات التربوية والتعليمية والمدرسية. وأشاد الوكيل عبدون بالجهود الكبيرة من قبل الجميع لإنجاح المعرض، مثمنا الحرص الشديد من قبل الطالبات والتلميذات والزهرات المشاركات لحصد المراكز الثلاثة الأولى في جميع الأجنحة السبعة للمعرض. وكان رؤساء اللجان قد استعرضوا تقاريرهما النهائية للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى ومناقشتها جميعا والموافقة عليها وإقرارها. عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمناقشة أوضاع الحدائق والمتنفسات العامة بين السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بمحافظة حضرموت الساحل اجتماعها الأول بمقر الإدارة العامة للسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا. وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الأستاذ فهمي بن شبراق آلية التنسيق المشترك بين الجهتين لتقييم وضع الحدائق العامة والمتنفسات داخل مدينة المكلا واختيار الآلية التي توائم الأوضاع الحالية للمدينة. واستعرض الاجتماع الأفكار والمقترحات لترميم وإعادة تأهيل بعض الحدائق والمتنفسات التي ستمولها منظمة أونوبيس المتمثلة بخور المكلا السياحي وكورنيش شارع الستين وكورنيش حي السلام بالمكلا إلى جانب المحضار بمنطقة خلف. وخرج الاجتماع بعدة توصيات تمثلت بإنعقاد اجتماع دوري للجنة المشتركة للوقوف أمام ما يتم إنجازه من عمل خلال الفترات القادمة وعمل حصر شامل لكافة العقود الموقعة مع مستأجري الحدائق العامة والمتنفسات
للتأكد من صلاحية العقود ومدى استمراريتها. التقى قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد هاني سعيد التميمي بمدير مؤسسة موانئ البحر العربي الأستاذ سالم باسمير لمناقشة الترتيبات الأمنية لميناء المكلا خلال العام الجاري. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تسهيل حركة الملاحة البحرية في موانئ حضرموت وتشديد الإجراءات الأمنية وإجراءات التفتيش، وكذا عملية ترتيبات دخول السفن وتفتيشها وحمايتها، وعمل إشارات بحرية لمنطقة دخول السفن ومناطق خروجها لتسهيل حركة دخول السفن وتجنب العشوائية في دخول العباري والبومات البحرية. وخلال الاجتماع أشاد مدير مؤسسة موانئ البحر العربي بمهام قوات خفر السواحل من تأمينها للميناء وتنظيم عملية دخول السفن وتفتيشها والتعامل الأمثل مع إدارة الميناء. قال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية محمد الديلمي أنه تم تسليم مشروعين في مديريتي الضريع وإبعث بمحافظة حضرموت من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا ضمن مشروع برنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق. وأوضح الديلمي بأن المشروع الذي تم تسليمه لمديرية الضليعة تمثل في تأهيل أراضي زراعية وصيانة مصادر المياه والطرق لقرية الصبخة والقرى المجاورة لها بكلفة أكثر من 56 مليون ريال يمني بتمويل من منحة البنك الدولي الإضافية والطارئة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار مسؤول برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا باستفادة 3 قرى من مشروع مديرية الضليعة و286 عاملا و230 أسرة، فيما استفادت قرية واحدة من مشروع مديرية بعث و100 عامل و89 أسرة. أتلفت المنطقة العسكرية الأولى ومكافحة المخدرات بوادي وصحراء المحافظة 20 طناً من الحشيش والحبوب المخدرة التي تم ضبطها خلال الأسابيع الماضية في حملة عسكرية نوعية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم ومساندة من التحالف العربي، وذلك بالتوجيهات من النائب العام الدكتور علي الأعوش وبإشراف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت. وخلال عملية الإتلاف قال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي رائد محفوظ لردي أنه تم إحراق وإتلاف أكبر كمية من المخدرات على مدى تاريخ القضاء اليمني التي تم ضبطها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بالوهد والصحراء، مشيدا بالجهود التي بذلت لضبط هذه الكميات التي تشكل خطرا على المجتمع والوطن ودول الجوار. تمكن مركز شرطة فوة من القبض على عصابة متخصصة في السرقة عن طريق النشل مكونة من 7 أشخاص مع أحد الفنادق المقيمين فيها غرب المكلا، وذلك بعد تورطهم في نشل مبلغ مالي من أحد المواطنين. وأفاد مصدر أمني بأن العصابة كانت قد اعترضت أحد المواطنين في منطقة فوة، وبطريقة احتياله تم نشل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمحلية كانت بحوزته، حيث تم رصدهم من قبل كاميرا مراقبة أمام جامعة حضرموت، وألقي القبض عليهم في أحد فنادق مدينة المكلا، وتم التحفظ على كافة المبالغ والأغراض المادية بحوزتهم، وتم إيداعهم الحجز تمهيدا لعرضهم للنيابة العامة. يذكر أن مركز شرطة فوة تمكن خلال شهر واحد من ضبط 3 مجموعات متخصصة في السرقة. أصدرت غرفة الإصدار والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت التقرير الأول حول متابعتها لحالة عدم استقرار الأجواء للفترة من 3 وحتى 5 من مارس، وأشارت التوقعات العددية إلى احتمالية تدفق السحب الطبقية الركامية يومي الأحد والاثنين على أجزاء متفرقة من مديريات ساحل حضرموت تمتد لأجزاء من الهضبة الجنوبية الغربية، تبدأ من مساء السبت بقطع متفرقة من السحب، وتبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائم كليا يومي الأحد والاثنين. وأوضح التقرير عن هطول زخات الأمطار المتفرقة الخفيفة والمتوسطة ومتفاوتة الغزارة
إلى بعض المناطق في الأرياف والمناطق الساحلية الوسطى والغربية بمحافظات حضرموت وشبوة، كما نبه التقرير المسافرين وسائقي المركبات في الطرقات من تدني محتمل في مستوى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الساحلية الذي يرافقه هطول مطر على بعض الأجزاء الممتدة إلى الهضبة الجنوبية. قام فريق الرصد والمتابعة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بالنزول الميداني لوادي عوج بمديرية أرياف المكلا تواصلا لبرنامج الهيئة، حيث قام فريق الرصد والمتابعة بتوقيع محضر استلام وتسريب مع المستثمرين في أعمال الكسارات والغربال بالوادي، وقد تم ترتيب الاستثمار بهذا الوادي بعد أن تم إعطاؤهم التراخيص واحتساب الأتوات الخاصة للمواد والمنتجات المعدنية التي تم استخراجها من المحاجر والكسارات بنسبة 10 سنت لكل طن، وربط المستثمرين بالتجديد للتراخيص مع استمرار عمليات الإنتاج والتقيد بتنفيذ بنود الاتفاقية. وسيتم التنسيق مع المديرية لتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي لمنطقة الامتياز وتسديد الرسوم المحلية وضريبة النقل، وكذا التعاون في ضبط وإلزام المستثمرين بتسديد الأتوات عن كل مواد أو خامات منتجة. افتتح بمركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا معرض الكتاب الثاني الذي تقيمه منظمة متجر بوك تايم لبيع الكتب الورقية والإلكترونية باليمن بالتعاون والتنسيق مع مركز الاستشارات والتنمية. وخلال الافتتاح طاف مدير منظمة متجر بوك الأستاذ توفيق العلوي ومشرف التدريب بمركز الاستشارات والتنمية الأستاذ محمد مهيري على أجنحة المعرض المختلفة الذي يضم أكثر من 500 عنوان في المجالات الدينية والتنمية البشرية وتطوير الذات والروايات والفلسفة والشعر واللغة العربية والإنجليزية وكتب خاصة بالأطفال، ويستمر المعرض على مدى 3 أيام. وخلال مراسم الافتتاح أوضح مدير منظمة متجر بوك تايم أن هذا المعرض يعتبر الثاني بمدينة المكلا ويستهدف طلاب الجامعات والثانوية وطلاب المدارس الأساسية ورياض الأطفال، مشيرا إلى أن المعرض الأول حقق نجاحا باهرا. دشن فريق ويكان مشروع رؤية بساحة العروض المنصة بمدينة المكلا التي ابتدأت بفعالية رنة ريشة. وفي الحفل أوضح ضابط مشروع رؤية أن المشروع التابع لفريق ويكان عبارة عن عدة فعاليات تبدأ بفعالية رنة ريشة التي تهتم بالفن والشعر والقصة، ومن ثم تعقبها فعاليات ورق وردي والخطاطين والرسامين التي تناصر مرضى السرطان الثدي، وتختتم بفعاليات الطبق الخيري. وتخللت هذه الفعالية رقصة الهيب هوب والغناء والشعر والمسابقات الثقافية. هذا ويذكر أن 25% من عائدات الفعالية يستفيد منها مرضى السرطان، كما اختتمت الفعالية بتكريم جميع المتسابقين المشاركين. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يحضر حفل تأبين أربعينية المؤرخ البروفيسور صالح علي باصرة بالمكلا. غرفة الإرصاد والإنذار المبكر في ديوان محافظة حضرموت تصدر تقريرا حول متابعتها لعدم استقرار الحالة الجوية. فريق ويكان يدشن مشروع رؤية بفعالية رنة ريشة بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.